السلام عليكم. دي سيشن رقم 2 في الفانكشنال بروجرامينج. الحمد لله سيشن 1 مرت على خير. قريت الفيدباك بتاع حضراتكم يعني سواء على اليوتيوب او على الفيسبوك او على لينكد ان. واضح ان السيشن كانت مفيده وحققت الغرض الحمد لله. النهارده هنستأنف حديثنا في الفانكشنال بروجرامينج، هنتكلم في اللينك، ازاي اللينك هو اداه الدوت نت في التعبير عن الفانكشنال بروجرامينج، وهنتكلم اكتر واكتر في الموديل اللي شرحناه المره اللي فاتت، وهنشوف الكود بيتكتب ازاي، وهنتكلم في الكود وهننزل جواه شويه تفاصيل كده مهتم انك تعرفها يعني. بس قبل ما نعمل كده انا عندي رغبه ان انا اقول شويه كلام مهتم انك تعرفه. الكلام ده هيساعدنا نتواصل بشكل افضل في الشهور القادمه يعني. انا ما قلتش الكلام ده ليه في اول سيشن بصراحه، لاني كنت مهتم ان اول سيشن تروح للتكنيكاليتي الى حد ما عشان اوضح الموديل واوضح انا بحاول اعمل ايه من غير ما اثقل عليك بكلام كتير ممكن في اول سيشن يبقى مزعج يعني، ما تبقاش عندك رغبه انك تسمعه. انما يعني حس ان احنا دلوقتي بنينا مشروع جسر من الثقه بيننا وبين بعض يعني، فعندي رغبه ان انا اقول شويه كلام هيمثل اجريمنت بيني وبينك، انا عايز اعمل ايه وانت محتاج ايه وهنعمله ازاي. فامنحني بعضا من وقتك قبل ما نخش في موضوع السيشن. هنتكلم كلمتين كده. بص يا سيدي، احنا عايزين نحقق بدايه ميوتشوال اندرستاندينج، الالتيميت جول بتاعي انا عندي جول من السيشنز دي. الالتيميت جول بتاعي ايه؟ الالتيميت جول بتاعي مش ان انا اعلمك فانكشنال بروجرامينج ولو اني هعلمك فانكشنال بروجرامينج، ومش رياكتيف ولو اني هعلمك رياكتيف، ومش دومين سبيسيفيك ولو اني هعلمك دومين سبيسيفيك، ومش تي بي ال داتا فلو ولو اني هعلمك تي بي ال داتا فلو. الالتيميت جول بتاعي ان ده يبقى تراك للديكلاراتيف بروجرامينج. بنهايه التراك ده حضرتك تبقى تشبعت بفكره ديكلاراتيف بروجرامينج، يبقى عندك قدره كويسه جدا على انك انت لما تظهر لك لغه بعد كده ديكلاراتيف تتعامل معها بسهوله شديده. انت محاط بالديكلاراتيف بروجرامينج لانجويجز في كل حته. ببساطه شديده يعني لو انت بتشتغل فرونت اند فانت بتشتغل انجولر. الانجولر فيه قدر مش قليل من الديكلاراتيف بروجرامينج، بخاصه في بناء الرياكتيف فورمز بتاعته. وانت بتعمل كل حاجه هتلاقي نفسك بتعمل ديكلاراتيف بروجرامينج. وانت شغال انتيتي فريم ورك انت شغال ديكلاراتيف بروجرامينج لما بتيجي تروح للموديل بيلدر عشان تربط الكلاسز بالتيبلز. انا لو اتكلمت في الحاجات اللي انت بتقابلها ديكلاراتيف بروجرامينج مش هخلص. فاملي انك تبقى تشبعت بفكره ديكلاراتيف بروجرامينج وتقدر تديسكفر اي حاجه ديكلاراتيف بعد كده وتحسن استخدامها جيدا. واستطيع ان انا اطمح قليلا انك انت كمان تبقى قادر انك انت تبني يور اون لانجوج، تبني ديكلاراتيف بروجرامينج لانجوج تخدمك في اعمالك المتكرره. وده هيحصل لما نتعلم الدومين سبيسيفيك لانجوج، لما تفهم الدي اس ال كويس هيبقى عندك قدره انك تبني ديكلاراتيف لانجوج هايله. ده هيحصل ان شاء الله. فده الالتيميت جول بتاعي. تعال نروح للنقطه الثانيه وهي التشالنجز اهيد. ودي انا محتاج اضغط عليها بشده لان دي ممكن تمثل نقطة انكسار بريكنج. علاقتنا ببعض تتكسر عند النقطة دي لو ما احسناش التواصل دلوقتي. لو انا ما قلتلكش الكلام اللي انا هقوله دلوقتي ده احتمال حضرتك ما تحبش تكمل معايا، فعايزك تسمعني كويس. بص يا سيدي، بعض التعليقات من بعض الزملاء كانوا بيلحوا عليا الحاح شديد ان انا اديهم مثال دلوقتي على الفانكشنال بروجرامينج. في الحقيقة انا عايز اناقش النقطة دي كويس. الفانكشنال بروجرامينج هو علم مرتكز على مجموعه من الكونسبتس. الوعد اللي انا وعدته لك ان انا هديك المينيمال كونسبت اللي يخليك تبقى قادر انك انت تديفلوب فانكشنال ابلكيشنز كويسه. فانا اوعدك ان انا دايما 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 هديك من الكونسبت فقط ما يلزمك عشان تديفلوب. مفيش فلسفه، مفيش كلام اكسترا ثيوري مش هتفيدك. فانت دائما وابدا هتسمع مني المينيمال ريكوايرد ان اوردر تو بي برودكتيف. بس في طريقتين لشرح الفانكشنال بروجرامينج. في ناس بتسرد كل الكونسبتس المطلوبه في الاول وبعدين تبدا تعمل ابلكيشن عليها في الاخر. الابروتش ده بيفشل في الغالب لان انت ما بيبقاش عندك صبر تسمع كل الكونسبتس من غير ما تشوف اي ابلكيشن عليها. فانت اللي بيعمل كده غالبا انت مش هتكمل معاه خالص، غالبا هتسيبه من اول خمس دقائق يعني. الابروتش اللي انا بتبعه واللي وجدت ان هو قد يكون افضل من غيره يعني عبر السنوات، وهو ان انا دايما بديك كونسبت او اتنين معاهم تطبيق في السيشن اللي بعدهم، كونسبت او اتنين معاهم شويه تطبيق. في نهايه خمسه سته سيشن
هنكون وصلنا لان احنا استكملنا كل الكونسبتس وخدنا تطبيق على كل كونسبت الواحد منهم مفردا، فبالتالي اجتمعت في ذهنك الكونسبتس as well as التطبيقات بتاعتها. عند النقطة دي هنقدر نعمل مثال كبير، هنحل كيس حقيقية، هناخد بروبلم كبيرة كان حلها في الامبراتيف كود هيمثل كود صعب ورزل، وهتكتشف ان انت في الفانكشنال بروجرامنج قادر تكتب كود فيري اليجنت ونيت وواضح ومينتينبل وجميل. هاخد لك كيس حقيقية، كيس من اللي بتواجهك كل يوم. هيحصل ازاي؟ عبر السيشنز، كونسبت مع ابلكيشن، كونسبت مع ابلكيشن، كونسبت مع ابلكيشن، اكروس 5-6 سيشن. في النهاية حضرتك بقيت جاهز كونسبتس وابلكيشنز. ساعتها هناخد ريال وورلد اكزامبل، اكزامبل لو انت حليته امبراتيف كان هيبقى مزعج جدا، وفي الكيس دي انت هتبقى حصلت الكونسبتس وحصلت الابلكيشنز وفهمت هاو تو بيلد يور اون، لان اتزرع في مخك كل كونسبت ومعاه تطبيقه، وفي الاخر برضو شفت كيس كبيره محلوله ازاي. فالتشالنج انك انت تبير وزمي، تتحمل معي عبر المسار. رغبتك في انك تحصل على مثال كبير محلول هي مفهومه، انا متفهمها جدا والله والله، لكن لو انا القيت عليك مثال دلوقتي ريال وورلد بروبلم وحاولنا نحلها، اقسم لك ان ده مش هيبقى مفيد بالنسبه لك. انت قد تفهم الحل بس مش هتعرف تحل بروبلم اخرى، لانك لسه لم تتشرب بالكونسبتس ومعنى كل واحد في التطبيق. فاوعدك ان كل سيشن هتكون مفيده بحد ذاتها، يعني كل سيشن هتخرج منها بكونسبت وهاو تو ابلاي ات eventually يعني 5-6 سيشن ان شاء الله هنبقى قادرين ان احنا نحل كيس كبيره. هو ده التشالنج، انك تقاوم رغبتك في الحصول على مثال دلوقتي. ارجو الله تكون دي وضحت. How to deal with the challenges، مزيد من الصبر من حضرتك، واللي عليا اوعدك اني هعمله، هحاول جاهدا يعني ان انا اخلي الكونسبت ده في حيز التطبيق، ما يخدم التطبيق فقط بدون اي اكسترا فلسفه. دي الطريقة اللي أنا بديل بيها مع التشالنج ده، إن أنا أبقى دايما بخلي الكونسبت اللي بيتقال هو ما يخدم التطبيق. Settings expectations، الاكسبكتيشنز بتاعت حضرتك بقى أنت هتتوقع مني إيه؟ هتتوقع مني إنك أنت في نهاية الخمسة ستة سيشن بتوع الفانكشنال بروجرامينج هتبقى فهمت ما يكفي إن لما يتعرض عليك problem تقدر تحلها imperative طبعا، لأنك أنت كنت بتعرف تحلها imperative، بس هتقدر بقى تشوف الحل الفانكشنال اللي دايما هيبقى احسن من الامبراتيف. فانت تتوقع مني انك في نهايه الخمسه سته شهر بتوع الفانكشنال بروجرامينج هتقدر تحل مشاكلك اللي كنت بتحلها امبراتيف، هتحلها ديكلاراتيف بالفانكشنال بروجرامينج. واوعدك ان الحل اللي انت هتحله بالفانكشنال بروجرامينج المينتينابيليتي بتاعته هتبقى احسن ان شاء الله، وهتقدر تابديته وتقدر تضيف له، وهيبقى ريدابل باي everyone who knows functional programming of course. يعني لو زملائك بيعرفوا functional programming هتقدروا تتعاونوا مع بعض اكتر من الاول بكتير، مش هتبقى خايف انك تسلم كودك لحد وتقعد شهر تسلمه، ولا هتبقى خايف تستلم كود من حد لانك هتفك تلاصم. ان شاء الله ده مش هيحصل، فانا اوعدك بهذا، هتحقق هذا باذن الله. What should the audience do؟ انت محتاج تعمل ايه؟ انت محتاج في نهاية كل سيشن تجرب كده تعمل تطبيق صغير على الكونسبت اللي انت سمعته. يعني النهاردة ان شاء الله في نهاية اليوم، في نهاية السيشن دي هتقدر تعمل اللي هتشوفه. عندنا pipeline بنيناه باستخدام مجموعة من الفونكشنز، pipeline ده بيقدر ينفذ مجموعة من الخطوات. رؤية جديدة لللينك، اللينك لم تعد أداة للكويري، بقت أداة للكمبيوتيشن، وهو ده اللي هنبدأه حالا. أنا كده عملت ما يلزم عشان الميوتشوال understanding، وأرجو الله إن أنا أكون أوضحت ما قلت. نبدأ بقى في موضوع السيشن. احنا المره اللي فاتت كنا قلنا ان الفانكشن بروجرامينج بيفكر ازاي. بيفكر بطريقه بسيطه، ان هو احنا بنبدي مجموعه من الفانكشنز، كل فانكشن بتقوم بوظيفه محدده وواضحه، واللينك بيمثل الاداه اللي بنبني بيها البايب لاين عشان ننفذ الفانكشنز دي. هو تستطيع تفكر في اللينك ده وكان هو مضخه بيضخ داتا عبر الفانكشنز، بيضخ داتا عبر الفانكشنز. تعال نشوف المينتال موديل بتاع الكلام ده شغال ازاي. المينتال موديل هو عبارة عن تصور يفضل جدا ان هو يكون جرافيكال، يعني لان ده بيساعد الانسان يفتكر ويفكر بيه. فانا هوري حضرتك دلوقتي المينتال موديل بتاع الكلام اللي انا قلته ده شكله ايه. Link in the functional perspective، تصور حضرتك معايا كده ان احنا عندنا داتا سورس هنا. الداتا سورس ده وليكن ليست من متغير اسمه X.
بتمر على function اسمها f of x فبالتالي تتحول إلى y، تمر على function اسمها g of y تتحول إلى z. هو ده المنتال موديل بتاع الفانكشنال بروجرامينج. المسألة عبارة عن ترانسفورميشن، احنا بنخلي مخنا يفكر في الكمبيوتيشن باعتبار انها مجموعة من الترانسفورميشنز اللي بترن ورا بعضها، خطوة ورا خطوة ورا خطوة ورا خطوة. كل اللي لازمني ان يكون عندي ديتا، الديتا دي انا عامل ديزاين لفانكشن انها تستقبل الديتا دي وتخرج الاوتبوت المتوقع. الفانكشن التالية هي بتاخد الاوتبوت المتوقع من الخطوة السابقة عشان تعمل له كومبيوتيشن، تحول فيه وتنقله الى الخطوة التالية. اللينك بيقدم ده بمنتهى السهولة عن طريق ايه؟ عن طريق حاجة اسمها لينك اوبريتورز، حضرتك اشتغلت بيها كل يوم كل يوم كل يوم، اسمها اوبريتورز. اي انيومرابل عليه مجموعة من الاوبريتورز دي، اكستنشن ميثودز مايكروسوفت عملتها لنا على الانيومرابل. عندك سيلكت وعندك هوير وعندك تيك وعندك جروب باي وعندك اجريت وعندك سكيب وعندك وايل وعندك سكيب وايل وعندك حاجات كتير خالص خالص اكيد انت عارفهم. اللينك اوبريتورز دي كل اوبريتور من دول احنا بنعمل له كونفيجريشن بفانكشن من عندنا، يعني انا عايز ادخل الديتا بتاعتي على سيلكت اوبريتور، السيلكت اوبريتور لازمه فانكشن يطبقها على الديتا اللي دخلت. فكأن تصور حضرتك عملية الديفلوبمنت بتاعتك انك انت وانت بتبني الفانكشنز المنفصلة الكتيرة دي وكأنك هتستخدمها عشان تكونفيجر بيها اللينك اوبريتورز. السيلكت لازمها فانكشن تعمل بيها ترانسفورميشن، الهوير لازمها فانكشن ترجع ترو او فولس بيسموها بريديكت عشان تفلتر بيها، اند سو اند سو اند سو. فتقدر تقول ان انت في كتابة الفانكشنال كود باستخدام اللينك انت كل اللي بتكتبه من فانكشنز هي ادوات بتستخدمها عشان تكونفيجر بيها الاوبريتورز فور يور اون بزنس نيد. سيمبلي هي الكيس كده بالظبط. طيب نستطيع نشوف مثال؟ يس هنشوف مثال حالا. تعال نقول ان احنا عايزين نعمل حاجة، عايزين نعمل ابليكيشن يعني ياخد ديتا. الداتا دي بتمر بثلاث مراحل، ولتكن الداتا دي ليست من دبل، ليست من نيوميريك فاليو يعني التايب بتاعها دبل. عايزين ناخد الداتا دي كل فاليو منها نضيف عليها واحد، فاول ستيب ضيف واحد على الداتا اللي جايه لك. الستيب الثانيه خد الناتج اللي حصلت عليه واضربه في نفسه، اعمل له سكوير، ارفعه لقس 2، دي الخطوه الثانيه. الخطوه الثالثه خد الناتج من الخطوة التانية واطرح منه 10، فكده بقى عندنا 3 خطوات، ضيف واحد، ربع اللي يطلع، اطرح منه 10 في الخطوة التالتة. ده اللي محتاجين نعمله. فطبقا للطريقة التفكير باستخدام اللينك محتاجين نبني 3 فانكشن، الاولانية بتضيف واحد، التانية بتضرب في نفسه، التالتة بتطرح منه 10. وهو ده بالظبط اللي انا عملته. انا حليت البروبلم دي مرتين، مرة باستخدام امباراتيف كود ومرة باستخدام ديكلاراتيف كود، باستخدام اللينك يعني. حلتها مرة imperative ومرة declarative، وعايز أفرج حضرتك على الكود الimperative والكود الديكلاراتيف وهنتناقش شوية. يلا بينا. أنا هكبر الفونت شوية علشان حضراتكم ممكن تبقى دي صعبة في القراءة، إن شاء الله كده تكون مقروءة بإذن الله. عندنا private list of double اسمها my data، فيها new list of double فيها 7 و 4 و 5 و 6 و 3 و 8 و 10. وعندنا في المين انا كتبت الكود مرتين، مرة imperative ومرة declarative. هوريك الديكلاراتيف كود الاول بيعمل ايه، ولا اقول لك خلينا اوريك الامبراتيف صاحبك الاول بيعمل ايه وبعدين نتفهم. انا دلوقتي هعمل كده، هشيل الكومنت وهرن الامبراتيف كود. الامبراتيف كود ده ببساطة شديدة يعني بيعمل فور اتش على الداتا، وكونسول دوت رايت لاين بيعمل بيسبت. انا عامل فانكشن اسمها سبتراكت 10 وفانكشن اسمها سكوير وفانكشن اسمها اد 1. الفانكشن اللي اسمها سبتراكت 10 اهي بتطرح 10، الفانكشن اللي اسمها سكوير بتضرب في 2، الفانكشن اسمها اد 1 بتضيف 1. وانا دهت لهم على
بالكيفيه دي، سبتراكت 10 نضغط سكوير، سكوير نضغط اد 1، فهينفذ اد 1 الاول وبعدين سكوير وبعدين سبتراكت 10، وبيحول الكلام ده لسترينج وبيعمله رايت لاين. نتفرج عليها وهي بتشتغل. جميله خالص. طلعت الارقام دي 54 و15 و26 و39 و6 و11 و71. تعال نراجع كده واحد منهم. اول حاجه اللي هي 7، تعال نشوف السبعه ازاي اتحولت ل 54. 7 لما تضيف عليها 1 تبقى كام؟ 8. 8 في نفسها تبقى كام؟ 64. تطرح منها 10 تطلع كام؟ 54. يعني بيحسب صح وحسب الباقي بنفس الكيفيه. الحمد لله. يبقى الامبراتيف كود اشتغل وجميل وزي الفل. الكود ده وحش يا جماعه؟ ابدا والله، ده كود جميل. هو امبراتيف بس جميل. طول بالك عليا. تعال نعمل له كومنت لو سمحت. متشكرين، كتر خيرك. احنا دلوقتي هنشغل الكود الديكلاراتيف. الديكلاراتيف عمل ايه يا شباب؟ تعال نقراه. عمل ماي داتا دوت سيلكت، وبعدين اداها ايه؟ اد 1. بدانا ندي الفانكشن للاوبريتور، فبالتالي الاوبريتور بتاع السيلكت بقى كونفيجرد بالفانكشن اللي اسمها اد 1 دوت سيلكت. هينفذ الخطوه الثانيه، ادينا له الفانكشن اللي اسمها سكوير، بنكونفيجر السيلكت باستخدام الفانكشن بتاعتنا دوت سيلكت سبتراكت 10، بنكونفيجر الاوبريتور بالفانكشن بتاعتنا تو ليست دوت فور ايتش اكس كونسول كذا كذا، هيكتب الكلام ده. فور ايتش دي على فكره اكستنشن ميثود للليست يا جماعه، يعني الكود ده كله كانه سطر واحد يعني. هل الكود ده جميل؟ ايوه جميل، شبه اللي فات يعني شويه، بس من غير الايه؟ من غير الفور لوب اللي بره، بس يعني هو كود جميل هو كمان، ليس فيه ما يعيبه يعني، وشكله الطف، انا شخصيا اراه الطف. تعالى نرنه. طلع نفس النواتج اللي اخونا الكود الايه الامبراتيف طلعها، 54 في الاول والباقيين زي ما هم تقريبا، زي الفل، تمام شكرا. يعني الكودين طلعوا نفس النتيجه والكودين شكلهم لطيف وجميل. طيب تعالى بقى نغطس شويه. لو احنا عملنا الابلكيشن ده امبراتيف وديكلاراتيف، ايه الفرق اللي هيحصل؟ واضح ان الاثنين شبه بعض دلوقتي، بس تعالى كده نمسك الكره البلوريه وننظر الى المستقبل واقول لك على حاجه وفكر معايا فيها. افترض ان احنا بعد ما عملنا الابلكيشن ده وخلصنا اللوجيك الجميل، وقالوا لنا ايه؟ قالوا لنا لا احنا عندنا مطلوب اضافي عايزين نعدل فيه الكود. فقلنا لهم عايزين تعدلوا ايه؟ قالوا لنا مش انتوا بتعملوا 3 ستيب عشان تنفذوا الكالكوليشن ستيب 1 وستيب 2 وستيب 3؟ قلنا لهم ايوه. قالوا لنا لا احنا عايزين نعمل تغيير، ان احنا العناصر اللي توصل لستيب 3 هي العناصر اللي اكبر من 10، العناصر اللي اكبر من 15 مثلا، اللي اكبر من حاجه. يعني عايزين ايه؟ عايزين ستيب 1 تتطبق وستيب 2 تتطبق، بس ما نطبقش ستيب 3 غير على العناصر اللي اكبر من كذا. قول لي يا باشمهندس، لما تحب تعمل الكلام ده في الامبراتيف وتحب تعمله في الديكلاراتيف، مين اسهل؟ تعالى كده نبص سوا. ايه رايك لو رحنا للديكلاراتيف وقلنا له هنا دوت وير اكس جوز تو اكس اكبر من 20؟ كده العناصر خليها اقل عشان تبان، لان العناصر معظمها كبير. اكس اقل من 20 دي معناها ايه؟ ان هو مش هيبعت للفيز الثالثه غير الحاجات اللي اقل من ايه؟ من 20. تعال نجرب. فعلا طلع الست دي بس. تعالى بقى نفكر التعديل ده لو حبينا نعمله في الامبراتيف هنعمله ازاي؟ ايه رايك؟ هل التعديل ده في الامبراتيف سهل ولا بايخ؟ بايخ. بايخ قوي لو هعمله في الامبراتيف. بدات تحس ان الديكلاراتيف افضل؟ تيجي نكمل؟ تعالى نكمل. بص يا سيدي، هنفضل نحط مطالب ونشوف نقدر نعملها ولا لا. أنا رجعت تاني للديكلاراتيف، طلبوا مننا حاجة تانية. قالوا لنا إيه؟ العناصر لازم تكون أكتر من أقل من 70
اقل من 70، وعايزين ناخد اول اتنين بس منهم، بس ناخد اول اتنين، ناخد اقل اتنين، يعني مش عايزين حاجات تروح المرحلة التالتة الا اذا كانت اقل من 70، ومش كلهم يروحوا، لا ده عايزين ناخد اقل اتنين منهم. شوف هنعمل الكلام ده هنا ازاي. order by x goes to x، عايزين ناخد منهم اتنين dot take اتنين، خلي 70 تمام. تعال نرن، جابت لنا عنصرين والعنصرين اقل من 70. كنت هتعرف تعمل الكلام ده بسهوله في الامبراتيف كود يا باشمهندس؟ في الحقيقه لا، كنت هتتعذب جوه الفور لوب عشان تعمل اف كونديشن تفلتر، وكنت هتدور بعد كده تعمل لهم ترتيب، وكنت هتيجي بعد الترتيب تلقط اول اتنين. الكلام ده في الكود هيبقى في قلب الفور لوب، هينتهي بيك المطاف ان انت عملت كود نون ريدابل، ما عادش حد فاهمه غير اللي كتبه، ويفضل يتعقد 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 لحد انت شخصيا ما تكرهه. انما هنا في الديكلاراتيف، الديكلاراتيف عمل الغرض بتاعه، بدأنا نقول للكمبيوتر احنا عايزين ايه، ونسيبه هو يحدد هيعمله ازاي. انت معايا يا باشمهندس؟ وصلك الديكلاراتيف؟ تمام. طيب هسه عشان ما بقاش اخل بس بالاتفاق بتاعي معاك، هو فات 21 دقيقة فيكفي هذا في هذا اليوم، ان شاء الله نستأنف قريبا جدا. شكرا يا اصدقائي، انا برضو مستني فيدباك لو سمحتم. شكرا.